يوم الغد بحول الله درجة حرارة فصلية ستميز كل سواحل، لكن تبقى نسبة الرطوبة عالية خاصة نحو السواحل الوسطى والغربية. خلال الظهيرة بحول الله ستنشط بعض السحب الرعدية المنعزلة، تكون مرفوقة بزخات مطرية نحو منطقة الأوراس. رعود منعزلة أيضا ستميز منطقة الواحات شمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي. ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية بالجنوب الشرقي بوسط الصحراء ومنطقة تيندو، ستجعل الرؤية ضعيفة. أما بالنسبة لأقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار وتاسيلي ستشهد بعض الخلايا الرعدية خلال الظهيرة، تكون مرفوقة ببعض الزخات من الأمطار المحلية. فيما يخص درجات الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد، تكون دافئة تفوق 20 درجة مئوية على كل المناطق الشمالية، ترتفع بشار بأدرار وإن صلح حيث ستقرب 29 درجة، ما بين 22 إلى 26 درجة من ثمان راس نحو أقصى الجنوب الشرقي، وترتفع أكثر بشمال الصحراء الواحات حيث ستقرب 30 درجة، نفس المقياس بتندوف، ترتفع أكثر ببرج باجي مختار حيث ستصل إلى 33 درجة. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستكون فصلية على كل المناطق الساحلية، لكن دائما نسبة رطوبة عالية، مقاييس ما بين 32 إلى 34 درجة، ترتفع بتيزي وزو قسنطينة في حدود 38 درجة، 40 درجة منتظرة بباتنا بالجلفة، 41 درجة بتيارة غليزان شلف وعين دفلة، أما جنوبا 36 درجة فقط منتظرة بثمان راس، بينما تبقى أجواء حارة من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب ما بين 41 إلى غاية 46 درجة تحت الظل، خاصة بوسط الصحراء وأقصى الجنوب الغربي. فيما يخص الملاحة والصيد البحرية، البحر سيبقى جميل إلى قليل الاضطراب نحو السواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة تماما أحيانا تكون شرقية نحو السواحل الوسطى. أما بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله، ابتداء من يوم الجمعة، يوم السبت، كذلك يوم الأحد، سنبقى نشهد نفس الوضعية الجوية، أجواء مشمسة إلى مغشاة جزئيا، رعود موسمية تبقى تنشط خلال الظهيرة نحو المناطق الداخلية، كذلك بأقصى الجنوب هنا احتمال أمطار محلية، أجواء مشمسة بالجنوب الشرقي ومغشاة جزئيا بالثورة بأقصى الجنوب الغربي ووسط الصحراء، درجة الحرارة تبقى مرتفعة على العموم خاصة بالمناطق الداخلية ووسط الصحراء. نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة، وقت شروق الشمس بحول الله سيكون في حدود 5 صباحا و50 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و57 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم دائما في أمان الله.